أصدقائي وكل المتابعين الكرام، السلام. بعد نشر حلقة طائفة الحشاشين أو النزاريين، لاحظنا أن هناك انزعاج من بعض الأصدقاء المتابعين وبالأخص من المذهب الإسماعيلي بسبب سوء فهم الطرح الذي قدمته في هذه الحلقة، وذهب البعض إلى الاعتقاد بأنني أحاول تشويه صورة عقيدتهم. لذا ومن باب الحرص على احترام كل المتابعين العرب واحترام معتقداتهم على اختلافها، أرى أنه من المهم جدا أن أوضح وجهة نظري في هذا الخصوص، لذا أتمنى المتابعة. طبعا قبل أن أبدأ، الكثير من الأصدقاء والمتابعين عادة يسألونني عن الكتب التي أقرأها أو بعض المصادر التي تساعدني في إيجاد كتب بعناوين ملفتة للنظر وهامة، تاريخية ومعاصرة وطبعا عربية، لتلبية رغباتهم الجامحة في القراءة والاطلاع. لذا لابد أن أسلط الضوء على هذا التطبيق وفكرته الفريدة الذي أعتبره جدا مفيد للمشاهد العربي، ستوري تيل. تطبيق يلفت الانتباه وفكرته فريدة، مكتبة بين يديك أو على هاتفك تحتوي على آلاف الكتب الصوتية العربية التاريخية والمعاصرة أيضا، نعم الصوتية. بهذا التطبيق يمكنك الاستماع إلى الكتاب الذي تختاره بدل أن تقرأه، وباللغتين العربية والإنجليزية وبخصائصه المتعددة كالاستماع أوفلاين، وهذا جدا مفيد عند السفر. كما أنه يخلق حالة اجتماعية لطيفة للقارئ، بحيث أن القارئ الجيد يخلق معجبين يتبعونه كما يتبع القارئ كاتبه المفضل. إذن تطبيق على هاتفك يمكنك من الاستماع إلى آلاف الكتب الصوتية حتى أثناء القيام بأعمال منزلية أو أثناء القيادة أو التنزه أو ممارسة الرياضة. أردت أن أسلط الضوء على هذا التطبيق لما فيه من تحفيز للشباب العربي على المطالعة. حاليا أنا أستمع إلى كتاب مثير بعنوان الأندلس تاريخ الشتات، وأنصحكم طبعا بالاستماع إليه لما فيه من معلومات هامة. حملوا التطبيق على أجهزة أندرويد وآيفون، هناك فترة مجانية لمدة 14 يوم للتجربة، وإن أعجبكم الاشتراك الشهري لا يتعدى $10، والذي أظن أنه مقدور عليه عند أغلبنا. روابط التحميل تجدونها في شرح هذا الفيديو وأول تعليق. تعودنا في برنامجنا أن نوضح نقطة هامة في أغلب الحلقات ونكررها مرارا وتكرارا، نحن لا نتبنى الآراء، في أغلب الأحيان لا نجزم ولا ننفي إلا ما هو خارج عن المنطق والعقل والمتعارف عليه أنه خرافة لا تصدق، كما أننا لا نستطيع أن ننقل وجهة نظر دون وجهة النظر الأخرى. ما أقدمه من مواضيع يثبت حقيقة أنها مواضيع جدلية فيها جدل لم يستطع أحد أن يحسمه بعد، وكذلك هو الحال في موضوع حسن الصباح والحشاشين أو النزاريين. بالنسبة للمذهب الإسماعيلي، حسن الصباح قائد وإمام، وانصياع أتباعه التام وطاعتهم العمياء لأوامر رؤسائهم ما كان إلا من تبادل الثقة بين الرئيس والمرؤوس والإيمان القوي المطلق بعقيدتهم المثلى وبإمامهم الذي يبذلون أرواحهم رخيصة في سبيله، لأنهم يعتبرون أنفسهم جزءا من النفس الكلية. هذا رأي أتباع المذهب الإسماعيلي المعاصر، والذي تكلمنا عنه في فقرة قبل نهاية الحلقة من باب احتواء كل الآراء. كما أننا ذكرنا أن الكثير من الآراء تشير إلى أن معظم الروايات الأكثر تداولا حول الحشاشين هي من اختراع الغرب، وذلك بسبب العداوة الكبيرة مع هذه الفرقة التي ساهمت إلى حد كبير في القضاء على الصليبيين والسلاجقة. بل وأكثر من ذلك، تشير تلك الآراء أن اتهامات الحشاشين بمحاولات اغتيال قادة معينين مثل صلاح الدين الأيوبي هي اتهامات باطلة، بل على العكس تماما، هم كانوا تلك الفرقة التي ساعدت صلاح الدين في استعادة بيت المقدس عبر التنسيق معه في عدة عمليات اغتيال لقادة صليبيين وما شابه ذلك. لذا يشيدون بدورهم الإيجابي البارز في العالم الإسلامي خلال تلك الفترة. هذه الآراء موجودة ويتبناها فئة من الناس لا يمكننا تجاهلها ولم نتجاهلها، وبالأخص عندما ذكرت أن أغلب الكتابات الإسماعيلية كانت قد حرقت في فترة القضاء على أتباع الصباح، أي طائفة الحشاشين أو النزاريين، وخصوصا حرق أكبر المكتبات في ألموت على يد المغول، والذي أكدت فيه أن هناك علامات استفهام كبيرة حول سبب حرق كل هذه المكتبات والغاية منه، بالإضافة إلى الجدل الكبير حول تاريخ الإسماعيليين الضائع بسبب هذه الحروقات.
ما يشير إلى أن كل الروايات المذكورة حول الحشاشين هي منقولة فقط ولا دليل تاريخي يوثقها، تماماً كحال اسم الطائفة التي اختلف المؤرخون في سبب التسمية، ولا إجابة قاطعة حتى الآن. هذا رأينا الواضح في الحلقة. حاولت أن أسلط الضوء على القصة الأكثر تداولاً في أصلهم، وفي نفس الوقت لم أتجاهل أي من الآراء الأخرى، وأكرر وأؤكد، أنا وكل فريق العمل نحترم المشاهد العربي وكل معتقداته. أتمنى أن أكون قد استوفيت التوضيح. أخوكم حسن هاشم. السلام.